أحسن الله إليكم. تقول السائلة: إذا أثنى الناس على شخص وهو يعلم بأنه لا زال مقصر ولم يطلب منهم الثناء، هل يعتبر هذا من الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا؟ إذا كان هو لا يحب ذلك ولا يقصده، فإنما الناس أثنوا عليه، فهذا من عاجل بشرى المؤمن. الحمد لله، هذا من عاجل بشرى المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم لما أثنى الصحابة على شخص قال: أنتم شهداء الله في أرضه. فإذا أثنوا عليه من غير أن يتطلع هو لذلك ولم يقصده بقلبه ونيته، فهذا لا يضره، بل هو من عاجل بشرى المؤمن. نعم.